نروح للمنطقة الشمالية العسكرية وأسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومين بقى لخدمة مين؟ الأسر الأولى بالرعاية. هو ده دور مهم جدا جيشنا العظيم وصندوق تحيا مصر. نروح لأسرنا والأهالينا الذين يستحقوا اللي هتشوفوه حضراتكم. نتابع هذا التقرير ثم فاصل وأعود لحضراتكم. خليك دايما وش الخير، استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن كاهل المواطنين، أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والذي تضمن عددا من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية، وذلك بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية. وتضمن أسبوع الخير مبادرة بلدك معاك التي تستهدف دعم 400 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بكافة المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج ومعاونتهم في بدء حياة أسرية مستقرة. كما تضمن الأسبوع جناحا للقوافل الطبية والذي يستهدف تقديم الخدمة الطبية وكافة أوجه الرعاية الصحية المتطورة في عدد من التخصصات الطبية لأكثر من 10,000 أسرة، وجناح لقادرون باختلاف لتقديم المستلزمات الخاصة بهم وبالمكفوفين والتي تساهم في دمجهم داخل المجتمع. وشمل الأسبوع عددا من المبادرات، منها مبادرة أحسن صاحب لتقديم كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة راجعين للمدارس لدعم الأبناء بالمستلزمات الدراسية، ومبادرة بالهناء والشفاء لتوزيع مواد غذائية وسلع تموينية ولحوم طازجة على 10,000 أسرة، ومبادرة الكساء لتوزيع 120,000 قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار. وألقى اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر والقائمين على فعاليات أسبوع الخير من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المخلصين، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم.